حليل الظلم وشو قارس برد التهجير وشو مر طعم موت الحرب وما أقصاها من دمعة بعيون طفل مكلوم وعند كل تنهيدة فيها لوعة تدوي شمعة. 55 طفل يتمتهم مذبح الدير ياسين، طوق نجاتهم كانت الست هند الحسيني، فتحت لهم باب قلبها لتقوي تشريدهم وأخذت بإيدهم، واليوم الخير عمر وصارت مؤسسة بتحمل اسم الطفل العربي، مؤسسة فلسطينية لساتها واقفة على حيلها في قلب العاصمة، بتخرج أجيال هم أبناء النكبة بحق العودة الحتمية طبعاً باصمة. أصل كل حكاية نكبة 48 ووترها الحساس الطفولة اللي هرمت على بكير، طفل ويتيم ومش أي يتيم، هو ابن شهيد. ومن العراء كان العزاء في بيت العطاء، عنوان بيختصر معانيك يا إنسانية، واللي جسدها عمل الخير للمؤسسة هند الحسيني. ومن بعد دير ياسين توالت النكبات على مدن وقرى فلسطين، والخمسة وخمسين طفل صاروا 300، واللي شرذمت الحرب جغرافيا جمعت دار الطفل إنسانيا. 300 طفل كانوا لما استلمت ماهر الدجاني العهدة من بعد وفاة هند الحسيني. بيت الإيواء صار مدرسة، تمخض عن المدرسة متحف، وانضمت دار إسعاف النشاشيبي لكنفها الجمعية الخيرية. مرحلة ال 55 طفل يتيم ومن بعد ذلك 300 طفل يتيم انت استلمتيهم بمرحلتك، كيف بتوصفي هذيك المرحلة بحلوها قبل مرها؟ شوفي، حتى في فترة وصل العدد لأكثر من 300، وكان الله رازقنا من غامض علمه، يعني طول الوقت الناس تتبرع بأكل، تتبرع بمصاري، ما كنا متغلبين أبداً، لأنه نحن مش بس بنأمن لهم البيت الآمن، نحن بنأمن لهم الرعاية الصحية والأكاديمية والنفسية والبيت الآمن، وحتى الترفيهية بنأمن لهم إياها، فعشان هيك كنا مرزوقين كتير. هلأ أنا لما استلمت كانوا عدد الطالبات 300 طالبة. شو مرها؟ المر إني أفكر بتوفير الحياة الكريمة إلهم مش قليل. لا، واجهت مشاكل كثيرة، واجهنا مرتين ثلاثة حققوا معاي، كانوا يجوا وقفوا باب المدرسة، ويعني عملوا لنا كثير شغلات. إيش أهداف دار الطفل كمدرسة؟ وعلى شو بتربوا البنات؟ بالعادة بقول لك التربية قبل التعليم. شوف، الأهداف إنه بدنا نربي البنات تربية اللي يعتمدوا فيها على أنفسهم في المستقبل، عشان هيك بنأمن لهم التعليم الابتدائي والثانوي ومأمنين التعليم الجامعي. طبعاً بنعلمهم عن تاريخ القضية الفلسطينية، بنعمل لهم برامج اللي يزوروا القرى المهجرة. أقسام المدرسة وعلى شو بتعتمد دار الطفل؟ المدرسة فيه حضانة، فيه البراعم، في 7 روضات. هدول البنات اللي في 7 روضات آخر صف بيكون عمرهم صار قريب 6، بينتقلوا للمدرسة على الأول الابتدائي. هلأ المدرسة فيها 24 شعبة، يعني كل صف فيه شعبتين، وياريت عندنا محل أكتر ومعانا مصاري أكتر كان بنستوعب أكتر من هيك بنات، لأنه الطلب علينا كتير. ست ماهرة، قدام مساعي الاحتلال لتسميم المناهج وفرض المناهج الاحتلالية، كيف صمدت مدرسة دار الطفل؟ الحمد لله، لأنه نحن بناخدش من لا وزارة المعارف ولا من البلدية، ما بناخد مساعدات، عشان هيك قدرنا نحافظ على المنهاج الفلسطيني. بعتوا كتير ناس يقنعونا أنه ناخده، نحن لحد الآن بنقول الحمد لله لسه في خير بأهل بلدنا اللي يساعدونا ونقدر نكمل المسيرة. اليوم 69 بنت، نعم، يتيمة بالقسم الخارجي، ولكن قديش في مكفولين؟ 38 وحدة مش مكفولة. يعني أنت بنت القدس، قديش بتحب القدس؟ القدس هي حياتي، هي كل شيء إلي، يعني بقدرش الواحد يوصف قديش محبته للقدس. يعني ريحتها لما كنت أجي من عمان هون قربت أشم ريحة القدس، إلها ريحة غير شكل، أكلها غير شكل،
كعكها غير شكل. لما باخد كعك من القدس لأهل عمان بكيفوا بنبسطوا بشموا ريحة القدس، الكل بحب القدس مش بس أنا. قدام احتلال بضخ كل مخططاته صوب طمس كل ما هو عربي، فتأكدوا تماماً في حرب وجودية بتخوضها كل مؤسسة مقدسية ترفع رايتها الفلسطينية. فكيف لو عاد بمتحف يقتني ويجمع كل كنوز الموروث الشعبي؟ انت سرقت أرض، ولكن المتحف بيقول انت ما بتلغي حق. بدنا تحكينا على ماذا يحتوي هذا المتحف من كنوز فلسطينية؟ المتحف بضم تقريباً 3000 قطعة ما بين أزياء ومجوهرات، قطع بتتعلق في المنزل الفلسطيني، أدوات حرفية. بالنسبة للزي اللي عندكم، أكم من قطعة في موجودة في المتحف ومن أي مناطق وقديش عمرها تقريباً؟ المتحف عندنا بيضم ما يقارب 300 توب، أو بنحكي بالمجمل أزياء الفلسطينية كاملة. بتضم أثواب من القرى المهجرة الفلسطينية زي توب بيت دجن اللي موجود عندنا هون، وكمان من المدن الفلسطينية والقرى اللي هي لليوم ما زالت موجودة كمان زي قرى القدس سلوان والعزرية ولفتة. طبعاً القرية المهجرة في إلها توب كمان موجود عندنا كمان. عمرها بيرجع لأواخر القرن 19، معظم القطع الأزياء وبقية القطع الموجودة كمان في المتحف عندنا. تالا، شو رسالة المتحف ومين الفئة المستهدفة؟ رسالة المتحف إحنا بالأساس هي الحفاظ وإبراز الهوية الفلسطينية، سواء عنا منتوجه للأطفال الأجيال الجديدة اللي هي لازم نعزز لها هويتها الفلسطينية، لأنه إحنا بنعرف بالظروف هاي كتير صعب إنك أنت تحافظي على الهوية. كمان المجتمع المحلي كمان إنه الواحد يضل يعزز هاي الهوية عنده. ثاني إشي كمان القطاع السياحي كمان بشكل أساسي، كمان هذا جزء من رسالتنا في المتحف كمان. هالقصر اللي واقفين قدامه أسس الأديب المقدسي محمد إسعاف النشاشي بعام 1922، وصار بعهدة مؤسسة دار الطفل عام 82. كان قبلة للأدباء والمثقفين من كل أنحاء العالم. تقدروا تقولوا هو قصر من الكتب، إنجاز التعبير، لمكتبة وطنية عريقة. مكان مثل هذا المكان، وخاصة يكون فيه بضم مكتبة وكتب من أدباء وعلماء موجودين، وبعدين إحنا دائما متعودين هاي الأماكن تكون زي مزارات أو متاحف، بس إنه الناس تدخلها وتكون مفتوحة للناس، هذا إشي بيشجعهم وحبوه كتير في القدس. نوعية الكتب الموجودة عندنا هي إهداءات من العائلات المقدسية اللي موجودة في القدس. فإحنا ما اشترينا ولا كتاب، بس هي معظم الكتب موجودة هي في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي. المكتبة مش أي كتب ولا أي كتاب. فخلينا لو بدنا نيجي نحكي يوم في شحب المصادر دعاء تحديدا في التاريخ، انت اللي باحث عن شو بلاقي عندكم طلبه؟ دي الكتب مش اي كتب ولا الكتاب، لانه اولا كتب التاريخ الادب العربي كل ما كان الكتاب قديم كل ما كانت قيمته عالية جدا، مع انه في علم النفس وعلم الاجتماع كل ما الكتب تكون جديدة وحديثة بتعطي نظريات جديدة وحديثة. بس هلأ إحنا الكتب باللغة العربية، وخاصة في عندنا مجموعة كبيرة من كتب القانونية القديمة اللي هي بتصب مع كتب الأدبية اللي هي كل ما كانت قديمة كل ما كانت قيمة أكثر، خاصة في عندنا كتب من 1910 1912 واللي بيميزها كمان مكتبتنا إنه وجود مخطوطات. والمخطوطات من وين؟ هلأ المخطوطات هي من إسحاق موسى الحسيني ومن فوزي يوسف ومن عارف العارف، مكتباتهم الخاصة. مش أقل من هيك العشم بأبناء القدس هو واجب وإنت دايماً مقصر، هو دور انعطالك بمجرد إنك انولدت في القدس، وهالدور عليك إنت تدور عليه. المطلوب إيدين خيرة وعقول نيرة، صدقني رح تنشل فيها القدس، والقدس وفية رح تضل تشهد لك بأثرك الطيب، لأنها من بعد الله فيكم قوية. ونيال مين عمر وكبر فيك يا قدس.